السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. دخلت عيد، ومن ضمن تجهيزات العيد اللي احنا كلنا بنحبها هي رسم الحنة. دايما بنبص على رسومات السودانيين او الخليجيين ونتهبل عليها، بس بيبقى عندنا مشكلة شوية في موضوع الرسم. في ناس عندها موهبة الرسم، وفي ناس بتحب رسم الحنة، بس للأسف لازم تروح لحد عشان ترسمها. بعدي دايما على الناس السودانيين اللي بيبيعوا منتجات سودانية، وبلاقي عندهم قراطيس الحنة الجاهزة دي، صراحة بتهبل عليها. وقلت في مرة وانا معدية هصورها لكم. عندهم حاجات كتيرة بيبيعوها، قراطيس الحنة الجاهزة وحنة الشعر وزيوت وكريمات واعشاب وبخور. بس النهاردة وقفت وقررت ان انا هشتري منها حنة، وهشتري منها كمان الحاجة الجميلة قوي اللي هي الاستيكرات بتاعت الحنة. منزلين الحنة استيكرات او اسطمبات تستخدميها، تلزقيها على الجلد على طول وتشتغلي عليها رسم الحنة. يعني كل اللي عليك لو قررتي ان انت ترسمي حنة، انك هتشتري قرطاس الحنة والاستيكرز بتاع الحنة. الاسطمبات دي او الرسومات دي منزلينها باشكال كتيرة قوي، منها رسومات كبيرة ومنهم رسومات صغيرة للناس اللي بتحب الحاجات السيمبل الصغيرة ديت، ومنهم حاجات تترسم اللي هي دوبك على الصوابع، منهم حاجات رسومات اللي هي زي التاتو او الرسومات الصغيره قوي الجديده اللي نازله، وهي بتتسمى تاتو. حتى قراطيس الحنه الجاهزه اللي عندها بالوان كتيره قوي والوان جميله، في منها النبيتي ومنها الاحمر ومنها البني. يعني اللي هيقرر ان هو يشتري الحنه مش هيحتار. كان زمان موضوع رسم الحنه ده غلبه وشغلانه، لكن دلوقتي الموضوع بقى سهل قوي. بصوا بقى، انا بعد ما وقفت ورغيت مع الست شويه واستفسرت منها عن شويه حاجات، اشتريت الاستيكرات ديت. انا دايما بحب الحاجات اللي هي الصغيره اللي بتتعمل على الصوابع، او تتعمل يا دوبك ورده صغيره، مش بحب الرسومات الكبيره قوي. اشتريت ادي ستيكرز وادي ستيكرز، رسومات رقيقه وجميله جدا. على فكره مش لازم تحطي الرسمه كلها، يعني اللي بيحب الحاجات اهدى من كده انت ممكن تقصي الورده او الحاجه اللي انت عايزاها وتحطيها، اذا كان على ايدك او على رجلك او على صباع، بس بتبقى جميله قوي. واشتريت كمان قرطاس الحنه ده، انا معجون الحنه للنقش على الايدي والجسم. انا حبيت ان انا اختار اللون النبيتي، انا بحب قوي درجات البني والنبيتي في الرسم. صراحه ما بحبش ابدا ان انا في الحنه اجيب اللون الاسود، مع ان في ناس بتحبها، بس انا ما بحبش قوي الاسود. انا بحس ان الحنه هي الحنه الحمراء او اللي هي النبيتي او البني. زي ما انتم شايفين القرطاس جاهز على طول على الرسم، يعني دوبك تقصي الطرف بتاعه وتبداي بالرسم على طول. واحنا في الحاله دي كمان مش هنرسم، احنا بس يا دوبك هنملى الفراغات بتاعه الاستيكرز.